الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأوصيك بالثلث الأخير وبالضحى وبالصوم في أيام نفل مؤكد. هذه ثلاث وصايا: الوصية بقيام الليل، والوصية بصوم ركعتي الضحى، والوصية بصيام أيام النافلة، لا سيما تلك الأيام التي نصت الأدلة على استحباب صيامها. فأما الوصية الأولى فقد أشاد الله بها بأهلها في كتابه، قال الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال مجاهد: والحسن يعني قيام الليل. ويقول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولقد حث عليه وقال الله تبارك وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهو وقت تنزل الرب عز وجل نزولا يليق بجلاله وعظمته. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطاردة للداء عن الجسد. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وصححه الإمام الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وقال له ذات مرة: يا عبد الله ابن عمرو، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل، فترك قيام الليل. وبعدها لم يترك عبد الله بن عمرو قيام الليل حتى فارق الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقيل: لمن يا رسول الله؟ لمن يا رسول الله الغرفة؟ فقال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني والحاكم، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: يا محمد، عيش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات، بس من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، يعني في يومه ذا في ليلته تلك، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود في سننه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه ذكر رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له: إنه لا يزال نائما حتى أصبح ما صلى من الليل، فقال أو ما قام إلى الصلاة، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فإن قلت: وما أفضل أوقات صلاة الليل؟ نقول: جوف الليل الغابر. جوف الليل الغابر يعني آخر الثلث الأخير من الليل، هذا أفضل أوقات القيام. وإلا فأي صلاة تؤديها بعد صلاة العشاء فإنها معتبرة من قيام الليل، ولكن أفضله في جوف الليل الغابر.
في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر قال: من قدر أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، أي تشهدها ملائكة الليل والنهار، ولأنه موافق لساعة الاستجابة. طيب، ما أفضل صلاة الليل؟ أفضلها أن يقتصر الإنسان على 11 ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ما العمل إذا فات الإنسان قيام الليل؟ نقول: يقضيه من النهار شفعا، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن طارق الأشعري عن عائشة أنها قالت: وكان إذا غلبه عن قيام الليل نوم أو وجع قضاه من الليل، أو قالت: صلى من النهار 12 ركعة. الوصية الثانية ركعتي الضحى، ركعتي الضحى، وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما، وحديثهما في الصحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي الحديث الآخر عند الإمام أحمد وأبي داود عن بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان 630 مفصل، 630 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها بصدقة. فقالوا: فمن ذا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يقدر، في آخر الحديث قال: فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عن ذلك. فإن قلت: وما وقتها؟ أقول: وقتها يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل وقت الظهر، إلى وقت النهي قبل زوال الشمس. فإن قلت: وما أفضل أوقاتها؟ الجواب: عند اشتداد الضحى، لما في الصحيح من حديث زيد بن أرقم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فإن قلت: وما أقلها وأكثرها؟ فأقول: أقلها ركعتان وأكثرها لا حد له، في أصح قولي أهل العلم. وأما من حدده بثمان فاستدل بحديث أم هانئ، ولكنه دليل على إثبات هذا العدد وليس دليلا على انقطاع العدد، فله أن يصلي 12 14 على ما يسره الله عز وجل، لكن لا ينبغي أن يغفل عن ركعتين. الوصية الثالثة: الوصية بكثرة الصوم، لا سيما في الأيام التي ورد استحباب الصيام فيها، فمن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا كما في الصحيح. فيستحب الحرص على صيام العشر الأول من ذي الحجة، صوم يوم عرفة، وصوم يوم عاشوراء مع صوم يوم قبله أو يوما أو يوم بعده، وصيام 3 أيام من كل شهر، وصيام يوم وإفطار يوم، وصيام 3 الأيام البيض، وصيام شهر الله المحرم إلا قليلا، وكذلك الاستكثار من الصوم في شعبان، وكذلك أيضا صيام الاثنين والخميس، وصيام 6 من شوال. فينبغي للإنسان ألا يهمل ذلك، فإن الصوم أجره عند الله عظيم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والمكثر من الصوم له باب يدخل مع إخوانه الصائمين يقال له باب الريان، فإذا دخلوا أغلق عليهم ولم يدخل بعدهم أحد، يقصدون يعني ما يدخل أحد من الجنة من هذا الباب إلا الصائمون، وهم شركاء الناس فيما سوى تلك الأبواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: تصدق بعفو المال من دون منة، ولا تؤذي مسكينا بقول ولا يد. نعم، إذا رزقك الله نعمة المال فتصدق بعفو المال، والمراد بعفو المال يعني ما زاد على حاجاتك الضرورية الملحة أنت وأهل بيتك، وإلا فابدأ بنفسك ثم بمن تعول. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجك. قال: عندي ثالث. قال: على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به.
والصدقة على القريب صدقة واصلة. وقد أمر الله عز وجل بالصدقة والإنفاق من المال، قال الله عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال الله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقد ورد في فضل الصدقة أحاديث كثيرة، والله لا ندري من أيها نبدأ، ومنها ما في الصحيحين مثلا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم ينشق فجره إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وفي الصحيحين من حديث أسماء مرفوعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. بل إن الصدقة من أعظم الأسباب التي يحفظ بها المال، الصدقة من أعظم الأسباب التي يحفظ بها العبد ماله من الهلاك. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي في صحراء في فلات من الأرض سمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. سمع صوت ملك في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج استوعبت الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم بمسحاته يحول الماء في حديقته، فقال ذلك الرجل: أي عبد الله ما اسمك؟ فقال: اسمي فلان، الاسم الذي سمعه في السحابة. فقال: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع؟ قال: أما إذ سألتني فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وأهدي ثلثة وآكل ثلثة وأرد فيها ثلثه. والزكاة والصدقة مطهرة للمال، قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. وإن من أعظم الصدقات ما كان أحب للإنسان، قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا دليل على كمال محبة العبد لربه أن ينفق محبوباته لمرضات محبوبه الأعظم وهو الله عز وجل. لما سمع أبو طلحة هذه الآية ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. وكانت بستاناً حديقة مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها فيشرب من ماء فيها طيب، مهم ماء حار، يشرب من ماء طيب. فقال: وإنها صدقة لله عز وجل، ضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد سمعت ما قلت، أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال سمعا وطاعة، فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وعمومته. وما أفضل الصدقات؟ الجواب: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. ولا ينبغي للإنسان أن يهمل أمر الصدقة حتى إذا جاءه الموت قال: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان. ولا ينبغي للإنسان أن يتصدق بما هو محتاج له هو ولده، فإن أهلك وولدك خير من تصدقت عليهم. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على أهله، دينار ينفقه على أهله. والأدلة في ذلك كثيرة، لكن لعل هذا فيه كفاية. إن قلت: أيهما أفضل، الصدقة سرا أم جهرا؟ الجواب: الأفضل الإسرار إلا إن تعلق بالجهر مصلحة شرعية. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لكن إذا كان هناك مصلحة شرعية في الجهر بالصدقة كأن تحث إخوانك على الصدقة فتكون مفتاح خير لهم فهذا أفضل، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله:
كتاب الله واعقل مراده، فإن كتاب الله أعظم شاهد. الوصية بتدبر كلام الله عز وجل، فإن تدبر القرآن هو من أعظم مقاصد كتاب الله. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال الله عز وجل في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهذا هو الفيصل بيننا وبين الصحابة، فإن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن ويتدبرونه فانتفعوا به انتفاعا عظيما، وأما نحن فنقرأ القرآن ألفاظا مجردة، بربما بعضنا يقلب صفحات المصحف ينتظر آخر السورة، فنحن نقرأ بألسنتنا فقط. وقد قال الله عز وجل: الذين يتلون القرآن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما حق تلاوة القرآن؟ أن تقرأه بالتلاوات الثلاث: التلاوة اللفظية اللسانية، والتلاوة القلبية وهي تلاوة التدبر، والتلاوة العملية، فكلها تلاوات. فنحن اقتصرنا على التلاوة اللسانية فقط، وأما القرآن فلم يخالط بشاشة قلوب كثير من الناس في هذا الزمان، فقل الانتفاع بالقرآن، قل الانتفاع بالقرآن. فإن قلت: وكيف أتدبر؟ أقول: لا يستطيع قلبك أن يتدبر إلا إذا فعلت عدة أشياء. الشيء الأول أن تستشعر عظمة المتكلم بهذا القرآن، زرع عظمة الله عز وجل في القلب، هذا من أعظم ما يدعو للتدبر. ومنها أن تستشعر أنك مخاطب بهذا القرآن، وأنك مسؤول عن آياته، فالآيات الآمرة سوف تسأل: هل ائتمرت بها؟ والآيات الناهية سوف تسأل: هل انتهيت عنها؟ وآيات القصص والمواعظ والأمثال سوف تسأل: هل اتخذت منها العبرة والعظة ولا لا؟ فعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ومنها كذلك تفريغ القلب من الشواغل والصوارف، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فالله جل وعلا ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، والمشغول لا يشغل. فإذا كان قلبك مشغولا بالشهوات والدنيا فكيف تطلب منه أن يتدبر؟ ما يمكن أبدا، القلب ممتلئ، ها القلب ممتلئ. ومنها كذلك اختيار الأوقات للقراءة، اختيار أحسن الأوقات والأماكن للقراءة، البعد عن الضجيج، البعد عن الملهيات البصرية. ولذلك لا تقرأ القرآن عند مجاري الأنهار، ولا عند أمواج البحار، ولا في الروضات الغناء، وإنما اقرأ القرآن في مكان تكون الصوارف فيه قليلة. ومنها كذلك كثرة الدعاء بأن يجعلك الله من المتدبرين، فإن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. أكثر أكثر من الدعاء، أكثر، قل: يا رب اللهم اجعلني من المتأملين المتدبرين المنتفعين بكتابك. ومنها كذلك فهم معاني القرآن، فهم المعنى، فإن من الناس من يمر على آيات فيها كلمات هو أصلاً لا يفهم معناها، فكيف تريد منه أن يتدبرها؟ فإن التدبر درجة تعقب فهم المعنى، فإذا لم تكن تفهم المعنى فكيف تطلب من قلبك أن يتدبرها؟ ومثل هذه الألفاظ. ومنها كذلك ما كان يفعله السلف، وهو تكرار الآية مرتين، طبعاً في غير الفريضة، تكرار الآية إما في قراءتك في غير صلاة أو في النافلة، تكرر القراءة فيما بينك وبين نفسك، تكرر القراءة، تكرر الآية مرتين ثلاث أربع حتى تستجلب انتباه القلب وتصرف القلب إلى تدبر معناها، فتكرار الآية لا بأس به. وقد أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ربما كرر آية إلى أن أصبح في قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، في آخر سورة المائدة: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. واضح يا جماعة؟ فمثل هذه الأسباب إذا طرقها العبد فإنه سيتعود إن شاء الله على التدبر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: تذكر هديت الرشد في الكون دائما، تجده دليلا دامغا، تجده دليلا، تجده دليلا دامغا للمعاندين. الوصية بالتفكر والتأمل في هذا الكون ومعجزات الخالق فيه، هذا وصية قرآنية. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لإيش؟
لأولي الألباب آيات تدلهم على الله وعلى وحدانيته وألوهيته وكمال قدرته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه عز وجل. قال الله عز وجل: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وإيش والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وغيرها من الآيات يأمرنا الله أن نتدبر. قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق، آيات أفقية، وفي أنفسهم آيات أرضية، حتى يتبين لهم أنه إما الضمير يرجع إلى الرسول أو القرآن أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالله عز وجل خلق هذه الآيات حتى نتأملها ونتدبرها ونستدل بها على كمال قدرة خالقها وقوته وعظمته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. ولذلك أبطل الله عز وجل إلهية غيره بأنه لا يخلق شيئاً ولا يقدر على شيء ولا يجمع. فإذا هذا من مقتضيات توحيد الربوبية التي تردنا إلى الإيمان بتوحيد الألوهية. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض، تأمل الآن، تأمل، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فإيش تأملت الآن وتدبرت النتيجة؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلم. فإذا كل آية تأمرك بالتدبر فإن المقصود منها الوصول إلى المقصود الأعظم، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولذلك يقول العلماء: الأمر بالتفكر، الإقرار بتوحيد الربوبية، انتبه، يلزم الإقرار من لوازمه الإقرار بتوحيد الألوهية. هذه هي المقصود الأعظم من التدبر والتأمل. وقد قرر أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، ومن أسباب زيادة الإيمان التأمل والتفكر في أمرين: في آيات الله الشرعية وهي تدبر القرآن ومضى بيتها، وفي آيات الله الكونية والذي يحملها هذا البيت. فمن تدبر في هاتين الآيتين، الآيات الكونية والآيات الشرعية، ازداد إيمانه بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأعرض عن الجهال واللغو يا فتى، وأكرم مديت النفس عن كل كاسد. نعم، لا ينبغي للإنسان أن يدخل في مهاترات كلامية ولا في عبث قولي مع الجهال، فيدني نفسه إلى مرتبتهم وينزل إلى حضيض رتبتهم، هذا لا ينبغي للإنسان أبدا. ولذلك يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجاهلون ليس المقصود الجهل العلمي فقط، لا، الجهل العلمي هذا حقه أن نترفق، الجاهل جهلا علميا حقه أن نترفق به ونعلمه ولا نقل الأدب عليه ولا نرفع صوتنا عليه ولا نعرض عنه، لكن المقصود بالجهل هنا جهل السفه، جهل السفه ورعونة الأخلاق، المتكبرون قليلو الأدب، المعيرون الساخرون المستهزئون، هؤلاء جهال ولكنهم جهال سفه ليس جهال علم. أما الجاهل جهلا علميا فالواجب علينا أن نترفق به وأن نرعي سمعنا له وأن نكشف الجهل عنه. فإذا خاطبك الجاهل وسبك أو شاتمك أو تكلم في عرضك أو خاصمك أو دخل أو طلب منك مجادلتك أو الدخول معه في مهاترات كلامية أو سباب أو شتائم، فترفع عن الدخول معه في شيء من ذلك، وقل قولا سليما، قل سلاما، مو بالسلام عليكم، قل سلاما، يعني قولا سليما بعيدا عن الفحش وبعيدا عن المهاترات الكلامية. قال العلماء رحمهم الله تعالى: نصف العقل في التغافل، نصف العقل في التغافل، وأنا يمكن أزيد شوي وأقول ثلاثة أرباع العقل في التغافل. ما معنى التغافل؟ ليس في الغفلة، لا، التغافل ممدوح والغفلة مذمومة. التغافل هو أن تسمع الشيء وكأنك لم تسمعه، أن تعلم بالخطأ وكأنك
لم تعلمه، أن تبصر الشيء الخطأ وكأنك لم تبصره، أن تسمع التعيب والقدح وكأنك لم تسمعه، لا يهز لك جناناً ولا يحرك فيك غضباً، أنت كالجبل الأشم الذي لا تغير مكانه الأعاصير، لا ينبغي لك أن تكون كالخرقة التي تهفها أدنى الرياح وتبعدها عن مكانها، ولا ينبغي للإنسان أن يكون نزقاً طائشاً يشغله أي أمر ويحرك عواطفه وغضبه ويستدر يعني نقمته أي تصرف آخر، لا، انتبه، خلك حكيم وخلك رزين وخلك صابر ومحتسب للأجر وكأنك لا تسمع شيئاً. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، إذا لا يدخل الإنسان في مهاترات كلامية، لا في سباب ولا في شتام ولا في جدل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأعرض عن الجهال والأغوياء فتى، أكرم مديت النفس عن كل كاسد، وأوصيك بالصبر. يعني قصده أن من الناس من ترفع نفسك إليه لتنهل منه، ومن الناس من ترفع نفسك عنه حتى لا يصيبك به بشيء من سوء أخلاقه. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأوصيك بالصبر الجميل وبالرضا على كل أقدار الكريم الموحد. موحد. طيب، هذه وصيتان، الوصية الأولى الوصية بالصبر، والصبر من الدين كالرأس من الجسد، فمن لا صبر له فلا إيمان له. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول الله عز وجل: إن الله يحب الصابرين، وفي الآية الأخرى: إن الله مع الصابرين. والصبر يحتاجه العظماء كما يحتاجه من دونهم. يقول الله عز وجل لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقد أمر الله عز وجل بالإخلاص حتى في الصبر، فقال: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقد قسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام: إلى صبر على طاعة الله، فطاعة الله لا يستطيع الإنسان أن يقوم بمقتضاها إلا بماذا؟ إلا بالصبر. وصبر عن معصية الله، فإن النفس إذا اشتاقت إلى شيء من المعاصي فإن كبح زمامها وقتل شهوتها إنما يكون بالصبر. والصبر الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. يقول النبي: والصبر من أعظم العطاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خير له وأوسع من الصبر. رواه الشيخان. وكما هو معلوم لديكم أن الصبر ضرورة حياتية قبل أن يكون فريضة دينية شرعية أصلا، فلا نجاح في الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر، ولا تتحقق الآمال للمتعجلين لما عندهم صبر، ولا يبلغ أعالي قمم الجبال إلا من عظم صبره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. رواه أحمد والحاكم وعن ابن عباس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. الوصية الثانية الوصية بالرضا بالقضاء، الوصية بالرضا بالقضاء. فإذا قدر الله عليك شيئا من المصائب والأحزان والآلام فعليك أن تقابل ذلك بأمرين، أحدهما واجب والآخر مستحب. أما الواجب فأن تقابل تلك المصائب بالصبر، وهو حبس اللسان والجوارح عن قول أو فعل ما لا يليق، وهذا واجب لأنه من عمل الجوارح. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على عند قبر صبي لها، فقال: يا أمت الله اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وأما الرضا فإن العلماء مختلفون في حكمه،
والقول الصحيح أن الرضا عند المصائب مستحب، لأنه عمل قلبي فقد لا يتحكم الإنسان فيه، وأعمال القلوب في مثل ذلك غالبها مستحب. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. إذن القاعدة الشرعية هنا تقول: الصبر على أقدار الله المؤلمة واجب، والرضا مستحب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: تعبد له خوفا محبا وراجيا، فتلك أساسات لكل تعبد. نعم، هذه قاعدة جميلة جدا، وهي عبارة عن وصية ربانية مذكورة في القرآن والسنة، وهي الوصية بأن يجمع العبد في عباداته بين الحب والخوف والرجاء. فأي عبادة تقوم بها فلا بد أن تكون نابعة ومنبثقة من هذه الأمور الثلاثة، أنك تقوم بها حبا لله عز وجل، ورجاء فيما عنده، وخوفا من عقوبته. إياك أن يطغى جانب على جانب. فمن عبد الله بالحب فقط كما يفعله الصوفية تزندق، ومن عبد الله بالخوف فقط قنط من رحمة الله كما فعله الخوارج والوعيدية، ومن عبد الله بالرجاء فقط أمن من مكر الله. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فإن الأمن من مكر الله والقنوط واليأس من روح الله ورحمته من جملة الكبائر التي دل الدليل على أنها كبيرة. فلا بد في كل تعبد أن تستجمع طرفي العبادة، الحب والرجاء مع الخوف والرهبة. وقد وصف الله عز وجل عباده الصالحين من الأنبياء أنهم يعبدونه على هذه الصفة. قال الله عز وجل: ويدعوننا، أي يعبدوننا، رغبا، أي رجاء فيما عندنا، ورهبا. فاستجمعوا بين الأمرين، فلا تغلب جانبا على جانب فتهلك. يقول الله عز وجل: غافر الذنب وقابل التوب، هذه رجاء، شديد العقاب هذا خوف، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم هذا رجاء، وأن عذابي هو العذاب الأليم هذا تخويف. والقاعدة عندنا تقول: يجب استواء الخوف والرجاء، ولا يغلب جانب على جانب إلا لمصلحة شرعية. يجب استواء الخوف والرجاء، فالخوف والرجاء كجناحي الطائر، فلا يستقيم طيرانه إلا إذا كان جناحاه مستويين. فإن من غلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله، ومن غلب الخوف على الرجاء قنط من رحمة الله. فإذا لا بد من استوائهما إلا لمصلحة. طيب، وما هذه المصلحة؟ اضرب مثالا لها. الجواب: المثال الأول، عند الموت لا بد من تغليب ماذا؟ جانب الرجاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن في الله. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي: أنا عند ظني عبدي بي. هذه غلب جانب الرجاء، لا تغلب جانب الخوف، انتبه في الحالة هذه. طيب، ومنها مثال الثاني: تغليب جانب الرجاء عند التوبة كذلك. لا ينبغي للتائب أن ينظر إلى جانب الخوف فيقنط من رحمة الله. عند التوبة من الذنوب والمعاصي، الدعاة عليهم أن يطرقوا إلى مسامعه، أن يطرقوا على مسامعه أدلة إيش؟ أدلة المغفرة والرجاء والتوبة وكرم الله عز وجل. طيب، المثال الثالث: عند الصحة والفراغ، أو عند إرادة المعصية، يغلب ماذا؟ يغلب جانب الخوف على الرجاء، لأنه لو غلب جانب الرجاء في هذه الحالة لوقع في المعاصي. واعلم أنه لا يقع أحد في المعصية إلا بسبب ماذا؟ تغليب جانب الرجاء. تغليب جانب الرجاء هو الذي يجعل الناس يقعون في المعاصي. يا أخي، الله غفور رحيم، يا شيخ الله كريم. إذا كان القدوم على كريم، على ما قال شاعرهم، يقول: تخبط في هذه الدنيا كيف ما شئت، إذا كان القدوم على كريم يعني سيغفر الله عز وجل لك. وهذا مذهب المرجئة ولا يجوز. فالمؤمن الصادق يعبد الله بهاتين الخصلتين: المحبة والرجاء، والخصلة الثانية الخوف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وإن حل أمر طارئ فاستخر له وشاور حكيم الرأي نعم المؤيد. هذه الوصية بالاستشارة والاستخارة عند حلول الأمور، سأل الله عز وجل أن يبارك في هذه المنظومة. هذه وصية بالاستشارة والاستخارة، فإذا حل عليك أمر طارئ أنت تجهل حقيقة عاقبته فعندك استخارة من يعلم ماذا؟ من يعلم العواقب ويعلم كل شيء. انطرح بين يديه بصلاة الاستخارة واستخر، واستخر الرب عز وجل. فإن قلت: وما حكم صلاة الاستخارة؟ الجواب: هي سنة باتفاق العلماء، سنة باتفاق العلماء، وقال أهل الظاهر بوجوبها، ولكن قولهم مرجوح لأنهم محجوجون بالإجماع قبلهم. فإن قلت: وما الأصل فيها؟ أقول: الأصل فيها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، من باب الاهتمام بها طبعا. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك الغيب. الحديث وهو معروف، معروف لديكم. فإن قلت: وما وقتها؟ أقول: وقتها طروء الأمر، متى ما طرأ الأمر المحتاج إلى الاستخارة فيه فقد دخل وقت الاستخارة. فإن قلت: وهل تفعل في أوقات النهي فيما لو طرأ الأمر علي في وقت النهي؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف الأمر المستخار فيه، فإن كان يمكن تأخيره إلى وقت الحل والجواز فالحمد لله، وإن كان أمر سيفوت عليك ولا يمكن تأخيره فهذا من ذوات، فتكون صلاة الاستخارة بهذا المعنى من ذوات الأسباب. والمتقرر عندنا أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت، في وقت النهي. فإن قلت: وما صفتها؟ فأقول: هي ركعتان من غير الفريضة، وليس في الفرائض استخارة، إنما هي ركعتان مستقلتان من غير الفريضة يصليهما الإنسان، ولا حد للقراءة فيهما. من قال يقرأ فيهما بسورة قل يا أيها الكافرون وقل والله واحد، هذا لا دليل عليه، وإنما يقرأ فيهما الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم بعد ذلك يستخير. فإن قلت: وهل دعاؤها يكون قبل السلام أم بعده؟ أقول: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن دعاءهما يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليركع ركعتين ثم ليقل، ولا يسمى الإنسان راكع ركعتين إلا إذا، إلا إذا سلم، لا يسمى الإنسان راكع ركعتين إلا إذا سلم. ولأن قوله ثم ليقل ثم تقتضي ماذا؟ ها، الترتيب بمهلة بفصل زمان، والفصل هو، والفصل هو السلام. فإن قلت: وما دعاؤها؟ أقول: دعاؤها أن تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك الغيب ها وقدرتك على الخلق، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم إن في هذا الأمر، إلى آخر الحديث المعروف. فإن قلت: وكيف يعرف الأمر أن الله أخاره؟ كيف يعرف؟ أقول: اعلم أن هذا يرجع إلى فضل الله وكرمه. فمن الناس من يجد صدره منشرحا إلى أحد الأمرين، ومن الناس من تكون استخارته في رؤيا يراها، ومن الناس من تكون إخارته في تيسير وتذليل أسباب أحد الأمرين واستغلاق الآخر عليه. فأنت المطلوب منك إذا استخرت أن تعزم وتتوكل على الله وتقدم على الأمر الذي ترى فيه أنه خير، فإن يسرت لك أسبابه فقد أخار، فقد أخارك الله، وإن عسرت عليك أسبابه فقد أخارك الله بالامتناع. وأما الاستشارة فإن الإنسان ينبغي له أن يستعين بعقول إخوانه وحكمتهم وخبرتهم، لا سيما أهل الخبرة في هذا المجال. شاور إخوانك إذا أردت طلب العلم، شاور إخوانك إذا أردت أن تحفظ متنا من المتون، شاور العلماء إذا أردت أن تقرأ كتابا من الكتب، شاور التجار إذا أردت أن تدخل في تجارة معينة، شاور أهل الخبرة والاقتصاد إذا أردت أن تبني لك مشروعاً. فإذا لا بد للإنسان أن يستشير. والشورى منهج من مناهج الإسلام وأصل من أصول الملة، قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، وقال الله عز وجل عن المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. لكن لا تستشر كل أحد،
لا تستشير كل أحد، وإنما تستشير كما قال الناظم ذا الرأي وذا التعقل وذا الخدمة وذا الخبرة وذا الفهم والدراية والعلم بعواقب الأمور ومداخلها. وكما قالوا: ما ندم من استخار وما خاب من استشار. فإن قلت: وأيهما يقدم، الاستخارة ولا الاستشارة؟ أقول فيها قولان لأهل العلم، واختار سماحة الوالد الشيخ محمد بن عثيمين تقديم الاستخارة، تقديم الاستخارة. نعم. أحسن الله إليك. أنت الآن إذا عرض عليك أمر وأمامك رجلان، انتبه الآن انتبه، فأيهما تستخير؟ الأحكم منهما والأبلغ والأعلم بالعواقب ولا الثاني؟ والله عز وجل هو الأعلم بالعواقب من البشر، فإذا استخر أولا، انظر إلى هداية الله أولا، لأنه هو العالم بالعواقب والعارف بها عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأوصيك لا تغضب ودافعه يا فتى لحلم ولغم الغيظ ما كان باليد. هذه الوصية بعدم الغضب، والوصية بالحلم، والوصية بكظم الغيظ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، فاختصر الوصية له بقوله: لا تغضب، فردد عليه مراراً، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز هذه الوصية. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يباعدني من غضب الله؟ انتبهوا للحديث يا جماعة، والحديث إسناده حسن رواه أحمد وغيره. ما يباعدني من غضب الله؟ قال: لا تغضب، لا تغضب على أحد ولا يغضب الله عليك. الجزاء من جنس العمل، فإذا كنت تعامل عباد الله بالحلم وكظم الغيظ وعدم الغضب عليهم والزمجر عليهم، فالله عز وجل يعاملك بذلك، ما يغضب عليك. فما استدفع غضب الله بمثل عدم الغضب على أحد من المخلوقين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. رواه الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح. والقاعدة المتقررة عند العلماء أن الغضب جماع كل شر، فما قتلت النفوس إلا بالغضب، ولا انتهكت الحرمات إلا بالغضب، ولا تفرقت الأسر وطلق الزوج زوجته إلا بسبب الغضب. فالغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، ولذلك أمرنا الله عز وجل بكظم الغيظ، وقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فإن قلت: وهل الغضب كله مذموم؟ فأقول: لا، إن من الغضب ما هو ممدوح. فالغضب ما كان فما كان منه لله عز وجل عندما تنتهك حرمات الله، هذا كله من الغضب الممدوح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب حتى تنتهك حرمات الله، فلا يقوم لغضبه شيء. وكما غضب موسى على قومه، ولما رجع موسى إلى قومه إيش؟ غضبان، أسف لأنه انتهكت حرمات الله، غضب لله عز وجل، غضبه هذا لله عز وجل. وإلا فلا ينبغي للإنسان أن يغضب لأمور الدنيا وفواتها، أمور الدنيا وفواتها. فإن قلت: وما دوافع الغضب؟ الأشياء التي إذا عرض الغضب وفعلناها استدفعنا بها الغضب. فأقول: أعظمها الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فإن الغضب جمرة في القلب، الشيطان ينفخ فيها، الشيطان ينفخ فيها، وكلما نفخت في الجمرة ازداد لهيبه، فاستعذ بالله، فينقطع النافخ فتموت الجمرة. أن تستعذ بالله، استعذ بالله. في حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، أحدهما قد احمر وجهه من الغضب وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: أولم تسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبي جنون، يعني أنا مجنون عشان أتعوذ من شدة غضبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
ومن الأشياء التي تدفع الغضب تغيير الحال، تغيير الحال. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، وإذا غضب وهو جالس فليضطجع، وفي رواية: فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ومن أسباب ذهاب الغضب ترك المخاصمة والسكوت وقطع الحديث، لأن كلما ازددت من الحديث والمجادلة كلما ازداد غضبك، فإذا اترك المخاصمة واسكت. ولذلك ما أجمل الشاعر الذي يقول: يخاطبني، وهو الشافعي رحمه الله، يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا وبشروا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليسكت. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا أيضا أي السكوت دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان حال غضبه يصدر منه من الأقوال ما يندم، ما يندم عليه عند زوال غضبه من السباب، وأنا أزيد على ابن رجب، والطلاق وغيرها. وكم طلق الإنسان زوجته في لحظة غضب وندم. والقاعدة المتقررة عند علماء النفس: لا تتخذ قرارا وقت غضبك، لأن غالب تلك القرارات وقت الغضب تكون إيش؟ قرارات جائرة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان، لأن الغضب يشوش فكره ويغلق فهمه ويضيق صدره، وقاس العلماء عليها كل ما يوجب ذلك. ومن دوافع الغضب الوضوء، الوضوء وهو معالجة الشيء ومداواته بنقيضه، فبما أن الغضب نار أطفئ هذه النار بماء الوضوء الشرعي. فعن عطية السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وفي الحديث الآخر: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليقم وليتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأوصيك لا تحسد على الخير، لا تحسد. قال حفظه الله: وأوصيك لا تحسد على الخير أهله، وبرك فإن الله بالفضل يبتلي. نعم، هذه الوصية بترك الحسد، والحسد هذا داء قديم، مذ خلق الله عز وجل أبانا آدم، وأول من وقع فيه من هو؟ عدو الله ورسوله والمؤمنين إبليس عليه لعنة الله ونعوذ بالله منه. فإنه حسد أبانا آدم على هذا الفضل العظيم، وهو أمر الله عز وجل بسجود الملائكة له. وقد ورث هذا الداء جمع وطوائف وأمم، فمن ذلك اليهود وأهل الكتاب، فإنهم يحسدون أهل الإيمان على هذا الخير الذي عندهم. قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عندي أنفسهم. وقال الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقد أنزل الله عز وجل سورة كاملة في ذم الحسد والتحصن من الحسد، في قوله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، وقال في آخرها: ومن شر حاسد إذا حسد، حاسد إذا حسد. وهو الداء الذي من أجله قتلت الأنفس وأريقت الدماء واعتدي على الأعراض وانتهكت الحرمات
هذا داء دفين، داء قلبي ينجس القلب إذا حل فيه. وإذا أحسست من نفسك أنك حسدت أحدا فانتقل إلى الوصية الأخرى، وهي الوصية بالتبريك لصاحب النعمة، أن تقول بارك الله لك، بارك الله لك في ما آتاك ورزقك. ففي صحيح الإمام مسلم من أن رجلا مر على رجل يغتسل فقال: ما هذا؟ ما رأيت من جلد كجلد مخبأة، يعني ما أجمل جلده وما أحلاه وأعذبه وأبيضه وأنقاه. قال: فتلبط كما تتلبط الحية من حين ما تكلم ذلك الرجل، فحمل ميتا، الراوي يقول ميتا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من تتهمون؟ فقالوا: نتهم فلانا. فجاء به فأمره فاغتسل له فأريق عليه فقام كأنما نشط من عقال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت. وأما قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلا أعلمها واردة في حديث صحيح أنها مما يستدفع به العين. وأما قول الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن جنته لم تهلك لأنه عانها، وإنما لأنه كفر بنعمة الله عز وجل. ولذلك لا تجد أحدا من المفسرين قبل الإمام الألوسي رحمه الله من المفسرين القدامى يذكر الحسد والعين عند تفسيره لهذه الآية، وإنما الصحيح الثابت أن التبريك. فكلما أحسست أن قلبك اشتعف واشتاقت نفسك إلى شيء من نعم الله على أخيك، فعليك مباشرة بالتبريك. فإن قلت: وهل بين العين والحسد فرق؟ أقول: هما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر الحسد وحده دخلت معه العين، وإذا ذكر العين وحدها دخل معها الحسد، وإذا ذكر جميعا فالعين تصيب الإنسان بسبب الشره من غير تمني زوال النعمة عن المحسود. ولذلك قد يصيب الإنسان نفسه هو بالعين، قد يصيب نفسه بالعين، واضح؟ هذا ليس حسدا وإنما عين. ويكون الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، كما قال الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. كانوا يتربصون في طريق النبي عليه الصلاة والسلام لعلهم يحسدوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وأوفِ إذا عاهدت فالصدق في الوفاء، ولا تنقض الأيمان بعد التأكد. نعم، الأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق وعدم نقض الأيمان. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. ومثله في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وكل غادر سينصب له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان. فإن قلت: وما حكم الوفاء بالوعد؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح وجوبه. يجب عليك إذا قطعت على نفسك عهدا أو وعدا أن توفي به. فإن قلت: حتى ولو كان مع الكفار؟ فأقول: نعم، يجب عليك الوفاء بالعهود والمواثيق حتى مع الكفار أعداء الله ورسوله. ولذلك لا يجوز للدولة المسلمة أن تنقض الصلح بينها وبين الدولة الكافرة سرا، بل لا بد من أن تنبذ عهدها جهارا، كما قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم إيش؟ فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح عهدهم جهرا، لا تنقض العهد فيما بينك وبين نفسك، وهذا من عدل الإسلام مع الموافق والمخالف.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. وأوفي إذا عاهدت. لا قريناها، عطنا اللي بعدها. وسارع إلى الخيرات ما دمت قادرا، فإن حل عجز سابق العهد يشهد. لا يشهدي. يشهدي. ماشي. قلناها نقض الأيمان عدم الوفاء بالوعود، فالأيمان بمعناها العام، الأيمان بمعناها العام ليس بمعناها الخاصة التي هو الحلف. فاليمين عهد. ماشي. هذه الوصية بالمسابقة والمسارعة إلى الخيرات، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المستبقين إلى الخيرات. متى ما فتح لك باب من أبواب الخير فلجه واستبق إليه وإياك أن تزهد فيه، لا ربما يغلق عنك يوما من الأيام وأنت ما تدري، ثم تتمنى فتحه فلا يعود إليك. وإن من عقوبة الله للعبد أن يغلق عنه باب الخير فلا يستطيع ولوجه كما زهد في ولوجه أول مرة. قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. العقوبة سببها لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، لما عرض عليهم أول مرة الحق صافيا واضحا فردوه، عقوبتهم أنهم إذا أرادوا أن يؤمنوا ما يستطيعون. قال الله عز وجل فلما أزاغوا أزاغ الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد أمرنا الله عز وجل بالمسابقة والمسارعة إلى الخيرات، فقال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، ووصف الله عباده الصالحين بذلك، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال الله عز وجل وفي ذلك أي في مجال الخيرات فليتنافس المتنافسون. وقال الله عز وجل أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالأعمال قبل ولود الصوارف، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال. نبادر ماذا يا رسول الله؟ بالأعمال. لماذا؟ فتنا، أي بادروا بالعمل قبل حلول هذه الفتن التي تشغل العبد عن العبادة، كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء، التؤدة يعني الترفق والتمهل، التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. في عمل الآخرة بادر وسارع. ها؟ وإياك أن تتأخر تقول فكر أبا استخير أبا شوف، لا، بادر في أعمال الآخرة، فإن التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كل شيء من الخير فيبادر إليه، كل شيء من الخير فيبادر إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله وكن طالبا للحق لا متعصبا لرأي ولا قول ولا مذهب رديء. إياك أن تتعصب إلا لله ولرسوله فقط، لا تتعصب لشيء غير الدليل الصحيح الصريح، لا تتعصب لا لآراء الأئمة ولا لأقوال ساداتك ولا لمناهج أسلافك أو مذهبك الذي تتبعه. إياك أن تتعصب لقول مخلوق، لا تتعصب لا لرأي ولا لمذهب ولا لقياس ولا لاجتهاد ولا لقول ولا لشخص ولا لملة ولا لعشيرة ولا لقبيلة ولا لحسب ولا نسب. لا تتعصب إلا للحق فقط، لا تتعصب إلا للحق. لا يغضبنك ولا يحرك مهجتك إلا مخالفة الدليل فقط. فقد أكون أنا على المذهب الحنبلي فأرى غيري على المذهب المالكي، أهلا وسهلا، أنا ما أتعصب للإمام أحمد كما أنه لا يتعصب للإمام مالك، فكل يؤخذ من قوله ويترك، والمقصود عندنا موافقة الحق، فلا ينبغي لنا أن نتعصب
للمذاهب ولا للأقوال. وقد مر في عصور في بعض عصور الدولة الإسلامية هذا التعصب، حتى كان الحنفي يفتي بعدم جواز زواج الحنفي من الشافعية كأنها يهودية ولا نصرانية. وصلى شافعي بجوار حنفي فرفع الشافعي يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، والحنفي ما يرفع إلا مرة واحدة. فلما سلم قال الحنفي: يا شافعي لقد كدت تطير من كثر ما. وصلى رجل حنبلي بجوار حنفي فكان يشير بإصبعه إشارة كثيرة، هذا مذهب الإمام أحمد. قال: فأمسك الحنفي إصبعه فلواها حتى كسرها. وكان يقام في الحرم المكي في زمن من الأزمنة 4 جماعات، تصلي المالكية فإذا انتهوا صلى الحنفية، وإذا انتهوا صلى، وين هذا؟ متى نصل إلى؟ فلذلك لا بد أن تتحرر العقول من ربقة التعصب، فإنه أخس الأشياء التي من أخس الأشياء التي أوجبت تفريق الأمة وتعصبها. أنا أعرف شيخا من مشايخنا ذهب إلى بلدة إفريقية شوافع وهم على العين والرأس يعني، فصلى بهم وقرأ الفاتحة ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه جريمة كبرى عند المتعصبين، لأن الفاتحة البسملة من آياتها فلا بد من الجهر بها. ماذا فعلوا؟ قطعوا صلاتهم خلفه وأقاموا جماعة ثانية وصلوا وقنتوا ودعوا عليه. هذا التعصب متى ما وصلنا إليه فاكتب السلام على الإسلام والمسلمين، خلاص ضعنا، لم نعد أمة لها كيانها ولا احترامها ولا قدرها ولا ميزانها. متى ما وصلنا إلى هذه المرحلة؟ إذا تحجرت عقولنا وصرنا نعادي ونوالي على أقوال أشخاص واجتهادات مذاهب، حينئذ اكتب على الإسلام السلام، لا يتقدم ولا يزدهر أبدا. لكن متى ما تحررت عقولنا وكان مقصودنا الوصول للحق، سواء في مذهبي أو غير مذهبي، سواء ورثته من آبائي وأجدادي أو غير ذلك، سواء نشأت عليه أو لم أنشأ عليه، أنا مستعد أن أغير قناعاتي السابقة إذا كان الحق في خلافها. متى ما وصلنا إلى هذه النقطة فوالله سوف نقود الأمم كما قدناها سابقا، سوف نكون في أعلى مراتب العز والشرف والكمال والكبرياء. لكن متى هذا؟ إذا تحررت عقولنا من هذه العصبيات، إذا تحررت عقولنا من هذه العصبيات. فلعن الله التعصب لغير الحق، لعن الله التعصب لغير الحق. لذلك لا تتعصب إلا للدليل. وأما بقية العلماء فكل ها يؤخذ من قوله ويترك إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم توافقونني على هذا ولا تخالفون؟ هذا هو الحق. متى ما رأيت الحق وتبينت لك الحجة فقل سمعا وطاعة لربي، أنا ما أتعصب لا لمذهبي ولا لأهلي ولا لحسبي ونسبي. إيش جعل الكفار يصرون على الكفر؟ إيش جعلهم يصرون على الكفر؟ التعصب لآبائهم وأسلهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون في الآية الثانية. هذه مشكلة التعصب، ربما يوقع الإنسان في الكفر والردة. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله، اسمعوا يا جماعة: من نصب إماما من الأئمة وألزم الأمة بطاعته غير رسول الله فقد ارتد، لأنه يدعي أنه نبي. ما في أحد يجب أن تأخذ الأمة بكل أقواله وعزائمه ورخصه وفتاواه واجتهاداته إلا من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام بس. أما بقية العلماء لا، أنا أخذ قول الإمام أحمد ما دام موافقا للحق، لكن إذا خالفه أتركه. وهل تركي لقول الإمام أحمد إذا كان مرجوحا فيه عيب على الإمام أحمد؟ جواب لا، هو الذي أمرني أن أترك قوله إذا خالف الحق. هو الأئمة الأربعة كانوا يقولون: خذوا بأقوالنا ما رأيتموها موافقة للحق، وإذا رأيتموها مخالفة للحق فاضربوا بها عرض الحائط. وآخذ قول الإمام أبي حنيفة والشافعي ومالك ما دام موافقا للحق، لكن أتركه إذا خالف الحق. ما في مضرة أبدا. الله المستعان. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وإياك أن تغتاب بالسوء مسلما ولا تكونن مالا كأهل التمرد. هذه الوصية بحفظ اللسان عن هاتين الآفتين، الغيبة والنميمة.
والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة هي نقل الكلام وإشاعته على وجه الضرر والإفساد والتفريق. وقد أجمع العلماء على أنهما جريمتان من جرائم المجتمع، وكبيرتان من كبائر الذنوب، وموبقتان من موبقات الآثام والمعاصي. وقد دل على تحريمهما الكتاب والسنة. قال الله عز وجل في تحريم الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لا تذكر أحدا من إخوانك بالسوء إذا كان غائبا. وسميت غيبة لأن الكلام حصل في وقت غيبة المتكلم فيه. والغيبة من أعظم ما يؤذى به المؤمنين، وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حسبك من صفية كذا وكذا، يعني أنها قصيرة. فقال: مه يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواماً لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وجنوبهم وظهورهم، كلما فنيت أعادها الله كما كانت. فقال عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء من أمتك الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. حديث حسن، حديث حسن. وقال العلماء: إن الغيبة أشد عند الله من الزنا. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن الغيبة من حقوق المخلوقين فيما بينهم، فلا تدخل الغيبة تحت حيز مغفرة الله عز وجل، لأنها حق لمخلوق. وأما الزنا فإنه حرم لحق الله، وحق والله عز وجل عفو كريم يتجاوز عن حقوقه. ويروى في الحديث: ولا يصح، إن الغيبة أعظم عند الله من الزنا. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن الزاني إذا زنى فتاب تاب الله عليه، وأما المغتاب فإنه إن تاب لا يتوب الله عليه حتى يستغفر له صاحبه. فإن قلت: وما كفارة الغيبة؟ أقول: كفارتها أمران: صدق التوبة إلى الله، وإطلاع انتبه انتبه الذي وإطلاع من اغتبته على ما قلته فيه، إن لم يكن في إطلاعه مفسدة، وإلا فيكتفى بالاستغفار له، يكتفى بالاستغفار له إذا كان هناك مفسدة في إخباره بما قلت فيه. وأما النميمة فقد قال الله عز وجل ذاما الوليد ابن المغيرة: هماز مشاء بإيش؟ بنميم. وفي الصحيحين من حديث عمران: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النميمة نوعا من أنواع السحر. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن الساحر وظيفته التفريق بين الناس، ولكن بالعقد والنفث والشياطين. النمام يقوم تماما بأعظم مما يقوم به الساحر، ولكن بالنميمة. في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود: ألا أنبئكم ما العظه عضها، ألا أنبئكم ما العظه أن قالت بين الناس. والعظ نوع من أنواع السحر. ولذلك من فقه الإمام محمد بن عبد الوهاب في باب بيان ما جاء في أنواع السحر أدخل فيها النميمة. والنميمة من أسباب عذاب القبر. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء للعيب. يعني يبيعون السلعة ويكتمون عيبها حتى تبرأ ذممهم ولا ينتبه لها المشتري. ولنتأمل جميعا، وهو آخر شيء حتى أطلق سراحكم، لنتأمل جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشاع
من أشاع، وهي النميمة الآن والفضيحة، من أشاع على مسلم كلمة يشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة، شانه الله بها في النار يوم القيامة. كم أخذنا من بيت؟ 42، بقي 3 أبيات، بقي 3 أبيات تبون نقول بها؟ لا خلاص، يكفي يكفي يكفي، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وسوف نختمها غدا بإذن الله في أتم الراحة والسرور. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يعيننا على العمل بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.